نبدأ بالنطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة اللي أكد أنه تم مساء نهار السبت تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق الأول بابتدائية تونس ضد سونيا الدهماني. وقال زيتونة أنه يهم النيابة العمومية أن توضح بأنه الأعوان الأمنيين المكلفين بتنفيذ بطاقة الجلب تولوا تطبيقها احتراما لمضمونها وإنفاذها على أرض الواقع لحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية وفق قوله. أكد في الآن ذاته على احترام كافة الإجراءات القانونية والفت إلى أن تتبعات المثارة ضد الدهماني واللي قال إنها كانت بحالة فرار لعلاقة لها بممارستها لمهنة المحاماة. وأصدر اليوم قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سونيا الدهماني مع تأخير جلسة سماحة إلى موعد لاحق استجابة لطلب الدفاع عنها. مروان عاشوري، نهار السبت وثقت بعض الكاميرات الحاضرة لحظة اقتحام دار المحامي وإخراج سونيا الدهماني، لقطة كي شفناها معناها ماهيش أحسن صورة نجمو نسوقوها على بلادنا. حبيت نرجع لتصريح سي محمد زيتونة الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس كيقول احترام كافة الإجراءات القانونية. أي صحيح تم احترام كافة الإجراءات القانونية في تنفيذ بطاقة جلب في دار المحامي. ما فما حاجات أخرين اللي معناتها ما تحكاش عليهم السيدي باش ما نقولوش حاجة أخرى. علاش وقت اللي سونيا الدهماني طلبت تأجيل القضية والتأجيل يعني العملية الاستنطاق لإعداد وسائل الدفاع واللي هي معناتها حاجة معمول بها في تونس وفي العالم وكل منذ سنوات واللي هي حاجة طبيعية. أنت كي تعيط لي باش تحقق معايا وأنا ما نعرفش على شنو الموضوع، أبسط حاجة أنه نطلب تأجيل باش نعرف الموضوع شنو باش نجيب مؤيداتي ونحكي. المطلب ذاته تم رفضه. هذا كان نهار الخميس مروان بالضبط. هذا ما أنت هكا هزيتني للمسألة الثانية توقيت يا حبذا لو كانت الإجراءات القانونية كل تصير بالسرعة هذه حاجة ممتازة جدا. أنت وقتها نوليه وخير من النرويج، نحن نوليه من السويد. إذا كان الثمن اللي يلزمه يدفع باش تصير باش الإجراءات القانونية هذه كل تولي في تونس كلها في القضايا كل بالسرعة هذه وبالنجاعة هذه، مثالش تاو سونيا الدهماني تشد الحبس مش مشكل. إذا كان هذا هو باش يولي العمل العادي متاع العدالة في تونس، خطر على حد علمي فما عدد لا يستهان به من القضايا اللي تهم أشخاص معينين وتهم صفحات معينة وتهم تصريحات إعلامية معينة كلها راقدة كلها ما صار فيها حد شيء. فبالتالي علاش ليه ما يصيروش هكا الإجراءات كلها هذي لأننا نحكي ومعناتها تعدينا من الاستدعاء الى الشيء اللي جلب. شفناه نهار السبت بطاقة جلب في مرحلة أولى نحكيه في ثلاثة أيام هيك ولا خميس جمعة سبت. خميس جمعة سبت منهم جمعة سبت ويكند من المفروض حتى كيفاش لنفترض تم تطبيق هالبطاقة الجلب هذية إلى حد الآن لم يتم سماح سونيا الدهماني. تهزت اليوم أمام قاضي التحقيق اللي صدر فيها بطاقة إيداع لأنه وباش يسمحها في وقت لاحق في موعد لاحق لأنه يبدو لاستحالة عملية السماع في حد ذاتها، لأنه لازمنا نعرفوا اللي فما عشرات المحامين كانوا اليوم في قصر العدالة في انتظار زميلتهم سونيا الدهماني اللي يستمع إليها أو تلاحق قضائيا على كلمة قالتها. هذا يظهر لي ماذا باش نقعدوا معناها في الفاكتويل. هذا اللي صار في الفاكتويل. مروان، فما مبدأ في القانون اللي هو تناسب بين ظفرين الجرم
والإجراء ولا والعقوبة. هل احنا في حالة تناسب؟ هل ماريناه منذ نهار الخميس لليوم في هذه القضية يتناسب مع ما هو ما يلام على سونيا الدهماني؟ انت تستعمل في كلام صعيب وليد، صعيب كلام متاع قانون ومتاع هولا محالة بالأحداث اللي قاعدة تصير في تونس، ولينا ثقفنا بالسيف علينا في الأمور القانونية. هات نطرح نفس السؤال اللي طرحته وانت ولكن بطريقة أخرى كان تسمح. في مصلحة شكون أنه سونيا الدهماني تكون في الحبس من نهار السبت لليوم، ومازالت لحد هذه اللحظة على كل حال مازالت في حالة إيقاف. مصلحة شكون؟ بلغة أخرى شكون الرسالة؟ شكون لشكون موجهة؟ وشكون اللي يلزم يفهم روحه؟ ذول اللي يسمعوا فينا عندهم ما يكفي من الذكاء باش يجاوبوا على السؤال هذا. وقتها يولي نولي ونفهموا حكاية التناسب بين بين التهمة والإجراء وكذا. حطوا هذا الكل على جنب وكين جاوبوا على سؤال اللي طرحته بالطريقة اللي طرحتها ذكاء، وطالوا وقتها التونسي عنده ما يكفي من الذكاء بشربت الخيوط. وحاجة أخرى بربي رو فما برش تعاليق تجيت على كيفاش الاحتماء بدار المحامي، وهل المحامي على راسه ريشة، وهل كهو كل واحد عاد ما لا يعمل دار ويحتمي بها ويخرج عن القانون ودرسنا اللغة هذيك الكل. راو المحامي حماية المحامي مبدئيا هي حماية المواطن، لأن المواطن يلتجئ إلى المحامي، المواطن يلتجئ إلى المحامي، والمواطن يلتجئ أيضا كيبدأ المواطن ما عنده برش حاجات بكود فاسات أنا كي تشكي بيا زينب نلتجئ إلى المحامي على خطرني نعتبر روحي مظلوم، أنا كي عرفي يظلمني نلتجئ إلى الاتحاد العام التونسي للشغل خاطر عندي مشاكل خاطرني من منظوريه وعندي مشكلة في الخدمة ونحن ماشي. راو هذاك راو مش حماية للمحامي في حد ذاته على أساس هو يزينا من التقسيمات هذية، ونحن رانا حومة رانا 10 ملايين وقسمناها شرمتناها المجتمع هذية بين اللي لبس عليه واللي مش لبس عليه واللي من الجنوب واللي من الشمال واللي من اليمين واللي من اليسار والمدين والعلماني راو هذا كله مفروض حاجة تمشي الكل مع بعضها، وراو هذوكم محميين لحمايتك أنت كمواطن نهارت اللي يجي فيك أنت الضرب ونهارت اللي أنت تبدأ حاجتك بشكون يسندك، وقتها تلقى المحامي وتلقى النقابي وتلقى هذوما الكل اللي أنت اليوم هكا من وراء إكران هكا ترى فيهم بريفيليجي والناشط في المجتمع المدني وتلقى الإعلامي اللي مدلك ميكروب توصل صوتك ونحن ماشي أنت تو مرتاح قاعد راكش وراء إكران عامل بسودو وتحكم على الإنسانية. نهارت اللي تولي فيك نهارت اللي تستحق تو وقتها تقول آه وش خص كان جيت لقيت وكان جيت كذا. نوصلوا بعد شوية في نفس القضية وفي علاقة كذلك بإيقافات أخرى صارت، باش نخرجوا فاصل قصير بعد شوية كذلك نسمو عناوين النشرة المفصلة للأخبار مع سهيل السمعي، راجعين مواصلين معكم في لوماج إكسبريس. مصير معكم في لوماج إكسبريس في بداية الساعة الثانية أشتاق مع هاجر بجمعة العنوان هذا العنوان. مرحبا بكم في فقرة أشتاق، فقرة لطيفة ومسالمة ومحبة للبلاد. إن شاء الله قريتها باللكنة اللي لازمني نقولها خاطر أنا حسيت لازمني نقول لطيفة. لا لا لي لطيفة، وخلينا في حدود التربية والأخلاق واحترام المبادئ والقيم والهيبة الدولة وكهو. ما هي زي هاجر استنى نرجع لك استنينا شوي.
باش نواصلوا حكينا في بداية الحصة على المداهمة اللي صارت في دار المحامي، باش نسمعوا رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس. أكد العروس الزبير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس اليوم أن لجنة دفاع تتكون من عميد المحامين ورئيس الفرع وعديد المحامين ستتولى دفاع عن المحامية سونيا الدهماني، وندد ما أسماه اقتحام فرقة أمنية لدار المحامي بتونس مساء السبت لتنفيذ بطاقة الجلب في حق المحامية سونيا الدهماني، وبين أن الهيئة الوطنية للمحامين ستقدم شكاية ضد عملية الاقتحام وضد الاعتداء على عدد من الزملاء. على حد قوله قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تنفيذ إضراب عام وطني اليوم لقطاع المحاماة في جميع محاكم الجمهورية. اليوم عندنا إضراب، غدوة فما مقاطعة بحث البداية نهار 2 و3 و4، وغدوة زادة فما كونفرنس دو بريس باش يعملها السيد العميد، ونهار الخميس فما وقفات احتجاجية في جميع أنحاء الجمهورية في جميع الفروع، والإضراب اليوم راه هو إضراب على المستوى الوطني. أنا حسب ما نشوف إلى حد الآن هو إضراب ناجح 100%، استثنينا بطبيعة الحال حفاظا على حقوق المواطنين، استثنينا المسائل المستعجلة، استثنينا الموقوفين في إطار تقديم مطالب الإفراج، والمسائل المتأكدة المتعلقة بالأسرة وغيره استثنيناها، لأنه احنا بالنسبة لنا الإضراب صحيح حق نقابي، لكن ديما نحافظوا على مصلحة المواطن ومصلحة المتقاضين فيه. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اللي ينفذ إضراب عام وطني اليوم لقطاع المحاماة في جميع المحاكم مروين في الجمهورية. حكينا على عملية الاقتحام اللي صارت نهار السبت. المحاماة كهيكل قدام هذه اللي صار من منذ نهاية الأسبوع الفارط مروان، كيفاش نجموا نقيموا ردة الفعل؟ هو راهو الساعه باش نبداو واضحين في حاجه، راهو المحامي خدمته واساس وجوده هو الدفاع على حقوق مناوبيه. هذاك علاش راهو المحامي عنده نصوص قانونيه تحميه في ممارسة العمل نتاعو، ذاك علاش عنده عماد محامين، ذاك علاش عنده دار المحامي وكذا. فهذا راهو كيما كنت نفسر بكري، راهو من المفروض يرجع اولا واخيرا بالنفع على المناوبين وبالتالي على المتقاضين بصفه عامه. هذاك علاش المحامين ما ينجموش يخليوا العملية هذية تسير بدون ردة فعل، لأنه ما عادش فما هاك الـ يعني الفورم متاع التوازي في التعامل. يعني إذا كان يصبح تصبح دار المحامي مستباحة على سبيل المثال كما هكا، بأي وجه باش يجي من بعد انت المحامي يدافع على فلان ولا فلتان امام بحث البدايه، وبينما ما تنحات هاك الهيبه نتاعو، نوع من الحمايه هذيك تنحات. حاجه اخرى اللي تظهر لي مهمه، وانه والشكر موصول بطبيعه الحال للسيد العروسي زقير رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وجب التذكير وانه الفرع الجهوي للمحامين بتونس هو اللي بدأ بالبيان شديد اللهجة اللي خرج وبقرار الإضراب في تونس الكبرى، ومن بعد تعمل الاجتماع على اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين برئاسة بطبيعة الحال السيد العميد حاتم مزي، وقتها تم اتخاذ القرار مش أنه الإضراب هذا يشمل التراب الوطني الكل. ما نعرف شنو كان نجم تكون نتائج اجتماع مجلس الهيئة الوطنية للمحامين لولا الخطوة الأولى نتاع الفرع الجهوي للمحامين بتونس. نقطة استفهام، نطرح السؤال وكهو. ولكن في جميع الحالات معناتها بطبيعة الحال كان من المنتظر انه يعني المحاماة بصفة عامة باش تتحرك في المسألة هذية، وكنا شفنا التعبير هذايا نتاع المحاماة على تضامنها
وعلى وقوفها إلى جانب زميلتهم سونيا الدهماني، ولكن في حقيقة الأمر إلى جانب كل من يؤمن ويحب يدافع على ما اتفق على أنه المكسب الوحيد اللي عملناه منذ الثورة لحد الآن اللي هو حرية التعبير وحرية أنك تقول كل ما تفكر فيه، حتى ابدأ الرأي حتى لو كان رأيك سخيف، حتى لو كان رأيك غير جدير بالاحترام، ولكن نجم اتعبر عليه. ولازمنا نفكروا زادة أيضا أنه حرية التعبير هذيك هي اللي وصلت إلى الوضع اللي نحن موجودين فيه، بمعنى وأنه فما برشا الناس موجودة اليوم في مناصب متاع حكم تمكنوا في وقت من الأوقات من أنهم يعبروا بكل حرية على أرائهم وعلى توجهاتهم، بفضل ذلك الحق تمكنوا من أنه يوليوا رؤساء ويوليوا غيره. فبالتالي اليوم يظهر لي من الواجب الحفاظ على الحق هذا والدفاع عليه. واليوم كما في ردهات سابقة من تاريخ هذه البلاد الجميلة نلقاو أنه المحامين في الصف الأول بطبيعة الحال بكل من نجموا اللوموا عليهم، هذا كل راهم بكري ونحن نحكي، وهذا ما يعنيش وأنه مش نقوموا نقدسوا في المحامي بكل حتى حد ما يقول لي ملايكة المحامين، ولكن فما شكون حاليا قاعد يستثمر في الحكاية هذية في بمنطلق بطبيعة الحال التقسيم مرة أخرى. اليوم كم نسيت شكون قال pour celui qui ne comprend pas l'histoire restera un éternel recommencement. نحن في الحالة هذه مرة أخرى نلقاو المحامين في المحامين وبدرجة جيت باش نقول أقل، ولكن تقولوا في نفس الخط نلقاو الصحفيين في مرة أخرى في معركة الحريات وحرية التعبير وكذا. باش نرجعوا لموضوع حرية التعبير، باش نرجعوا لحرية إبداء الرأي، التحليل، القراءات والتصريح بها في منابر إعلامية، هل هذا مازال ممكن في تونس وإلا لا؟ فاصل قصير وباش نواصلوا معكم في لو ماج إكسبريس. لو ماج إكسبريس. نهار 3/14/2024 من 10 لنص نهار عيشوا معنا مباشرة الدورة السادسة من Project Day اللي تنظموا SMU سنوياً، تتعرفوا على مشاريع الطلبة من MedTech والMSB بحضور لجنة التحكيم. موعدكم 14 ماي من 10 لنص نهار في برمجة خاصة على Express FM. Vous aspirez à une transition sécurisée vers le cloud? Vous cherchez la conformité légale et visez être classé un organisme de premier degré en confiance numérique par l'Agence nationale de cybersécurité? Next Step, premier fournisseur labellisé cloud national en Tunisie, répond à vos attentes et vous garantit disponibilité, conformité et sécurité. Next Step, your first step into the national cloud. Comment l'IA façonne notre avenir vers un monde durable? السؤال هذا بجي جاوبوا عليه أكثر من 40 متدخل في 8 ندوات وورشة عمل ولقاءات بي تو بي نهار 16 ماي في الدورة الثانية من كونكس دو لا فرنش تيك تونس. إكسبريس اف ام باش تكون مواكبة للحدث من خلال برنامج خاص الإيكوماج نهار الخميس 16 ماي مباشرة من الإي اف تي وحوارات مع الفاعلين في الديب تيك والجرين تيك. ما لا تابعونا من نص نهار الماضي ساعة على راديو Express FM. إيش عنا اليوم؟ نواصلوا مع النيابة العمومية اللي تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التمديد بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة لكل من مراد زغيدي وبرهان بسايس على ذمة التحقيق، وفق ما صرح به غازي مرابط محامي مراد زغيدي وأشار إلى أنه إيقاف منوب يأتي على خلفية تحاليل سياسية له في عدد من حلقات برنامج إذاعي.
نهار الأربعاء صباح يتم عرضهم على سيد وكيل الجمهورية بنفس المحكمة. وقتها سيد وكيل الجمهورية يكيف الأفعال، اللي باش يحفظ في حقه التهمة يحفظ في حقه، واللي باش يحيلوا على تحقيق يحيلوا، اللي باش يحيلوا على مجلس جناحي هي والتهمة هي والجريمة المنسوبة إليهما. بالنسبة للمناوبي مراد الزغيدي، الأسئلة اللي تم توجيهها لي في مناسبة سماعه يوم السبت في الليل كلها كانت تتعلق بالتصريحات نتاعو، يعني بالمداخلات نتاعو اللي فيها تحليل سياسي اللي فيها تحليل اجتماعي. هذه الأسئلة التي تم توجيهها يوم سماعه. بعد مش نقول لك فما حاجات أخرى مخفية في الملف ولم نطلع عليها، يمكن احنا ننتظروا أنه كان فما حاجة جديدة أو سماع أنه ننتقلوا احنا كمحامين، معايا زميل ممثل عن نقابة الصحفيين اللي باش يكون معنا كان فما حاجة بالقانون يتم الاتصال بنا ونحضروا معه. بدوره صرح نزار عيد محامي الصحفي برهان بسايس أن إيقاف مناوبه يأتي أيضا على خلفية تصريحات إعلامية ومن يشير له على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال تدخله في برنامج إكسبريسو. تم الاستماع برهان من طرف السرقة المختصة في جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية كرجاني، على خلفية عدد من مقاطع تسجيل حصص إذاعية وتلفزية ما هيش هي نفسها عند مراد. أنا كنت مع برهان لكن كنت نتردد على المكتب اللي فيه مراد كل طرف المقاطع اللي عرضهم عليه واللي تحسوا. بالنسبة لبرهان ثم بعض التسجيلات بتاع حصص إذاعية وتلفزية ترجع إلى سنة 2019 وتدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي. اعتبرت النيابة العمومية أنها تضمن ما من شأنه أن يشكل في حقه جريمة الفصل 24 فقرة 2 من مرسوم عدد 54 لسنة 22 اللي متعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واللي يزجر في الفصل المذكور استعمال شبكات معلومات والاتصال لنشر أخبار زائفة ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته، والمقصود بالغير في قضية الحال رئيس الجمهورية. في ذات السياق تلقت إذاعة ديوان فام اليوم استدعاء من الشرطة العدلية بالجرجاني يقضي بمثول الممثل القانوني للإذاعة أمام الفرقة الأمنية دون ذكر الأسباب، كما تلقت إذاعة إي فام استدعاء من الفرقة ذاتها في شخص ممثلها القانوني ومديرها العام. مروان، اللي كنا نسمو فيه هذايا الكل يحيلنا إلى سؤال بسيط جدا كي نشوفوا على شنو تم التحقيق مع كل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس، وكذلك الاستدعاء لكل من الممثل القانوني لإذاعة ديوان FM وإي FM. هالرسائل هذايا لشكون موجهة وشنو الهدف منها مروان مع بعضها كي نقرأوا في شمولية المشهد؟ الكلمة الحرة والكلمة الغير مطابقة لما نحبه نسمعوه والكلمة المختلفة أصبحت محل تتبع اليوم في تونس، أصبحت محل تتبع قضائي. أنت جي فرقة الجرجاني اللي هي تتسمى من فرق النخبة في الأمن التونسي من ناحية الموارد والتكوين وعدد من الأشياء، بالحق تتسمى فرقة نخبة مسيبة كل شيء وتنفيذا لإذن من النيابة العمومية ماشيين نلوجوا في الفيسبوك بتاع برهان بسيس ومراد 2019 و2020 أنت يظهر لي ما شنو مازلنا نجمو نعلق على حاجات من حاجات ممارسات من النوع ذا. ملاحظة شكلية فقط مروان، وسمعنا توا كي كان يتكلم المحامي نزار عياد يقول لك تدوينات من 2019 و2020 نذكروا فقط المرسوم 54 صدر في سنة 23 22. في سنة 22 شهر تقريبا بعد الـ دستور. الدستور به في أواخر 22 معناها حتى بمبدأ رجعية الـ القوانين ما نعرفش إلى يبدو أنه مسألة المبادئ هذه يبدو أنه ما عادش عندها حتى معنى، لأن نحكيه في حوايج معناتها الحقيقة غريبة. نحكيه على تفعيل المرسوم هذايا 54 ونحكيه على تشهير ومسائل من النوع هذايا، ومن بعد كان مش نقعدوا حتى في الإجراءات القانونية نخليه
برهان مسيس ومراد الزغيدي 48 ساعة، نزيد نمدوا لهم 48 ساعة لمواصلة الأبحاث. معناتها مازال باش يبحثوا على عمل ما عملش كذا، باش من بعد نشوفوا هل النيابة العمومية باش تعمل تكييف للقضية ولا باش تقول لهم برا وروحوا. اللي نتمناه بطبيعة الحال على كل حال، معناتها وين وصلنا؟ وين وصلنا بممارسات من النوع هذا؟ وحتى حكينا ايضا في الاوف بطبيعة الحال، والمجال الاعلامي الكل معناتها ممسوس من الـ الايقافات هذه. صديقنا وزميلنا مراد الزغيدي معناتها هو بالعكس اللي مسمي عليه انتقاء الفاظ الموضوعية الساعة والحكمة والحياد والعقلانية. صحيح، هو الأولاني اللي يرفض الانسياق وراء العاطفيات سواء كانت بالباهي ولا بالخايب. لا، يقول لك بالعقل ونحلوا بشوية ونشوفوا كذا. يلقى روحه اليوم يحقق بين ومطبعين معناتها نحن مع المسألة، يحقق على شنو؟ هي على تحاليل سياسية وعلى طيب هذا موجب متاع تحقيق. أصبح اليوم في تونس التحليل السياسي ما لا غدوة واحد يعمل قراءة سياسية سواء كان إعلامي أو صحافي أو معارض أو ما تعجبنيش هكا مش باهي نقول واي انا اظهر لي اللي فما تشهير واساءة لرئيس الجمهورية يتفضل حق. هل هذا معقول؟ هل الناس اللي ماتت هذيك كلها ما نحن سيدي ما نصلحوش؟ مثالش قبلناها المسألة، وفي جميع الحالات كما قال زاد زميلنا ربي يفرج عليه محمد بوغلاب، رانا ما نش نخدمه في الخدمة ذي باش نكونوا ابطال. مش هكا تصير الامور جمله. هي باهي سيدي واللي ماتوا واللي نعملوا لهم في مؤسسه فيداء وكذا ماتوا باش برهان بسيس يحقق على تدوينه في 2019. انا يظهر لي لا بكل تواضع. باش نحكيوا على المرسوم، مرسوم 54 واللي كانت فيه باهي. نمشيو للمستجدات الرئاسية، لأنه منذ تقريبا ساعتين لا زاد وين تحب نمشيو؟ نمشيو للشأن البرلماني. فلوس لا نمشيو للشأن البرلماني. قرر مكتب مجلس نواب الشعب صرف مبلغ قدره 3000 دينار صافية، أي 3450 خام للنواب بمقتضى قرار من رئيس البرلمان من الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير بعنوان تكاليف مستلزمات دعم عمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024. مروان، نحكيه على الفلوس كما قلت أنت. عركة في عرس واحد يستغل الوضع يمشي للبيت لحلوك. يمشي يستقال. أنا ما عنديش حتى مسؤولية في اللي تقول فيه هذا الجمع. أنا خاطر ما مشيش للبيت لحلو، نحكي على عرس. عندي أنا صوت الحكمة. مروان هو اللي خرجنا منه. أنا أخوي أنا نتسائل الحقيقة على هذه المرة الثانية الساعة اللي تصير هكا إزداء منحة من النوع هذا. وقتها كي تعملت المنحة الأولانية متاع 3000 دينار أيضا على 3 شهور وكذا، كان وقتها عدد من النواب كانوا قالوا لي نحن باش نرفضوها، وكانوا قالوا اللي نحن مناش باش نقبلوا انه تصير الزيادة هذية. وفما أغلبية النواب يا سيدي في الوقت هذاك كانوا قالوا اللي فما شكون باش يقبلها فما شكون لا، وفي اخر الامر قبلوها الكل بطبيعة الحال، خاطر مش باش يرفضوا معناتها 3 ملايين. ولكن وقتها كانوا قالوا اللي صحيح الوضع العام متاع تونس والوضع متاع المقدرة الشرائية وكذا ماهوش ملائم بالكل انه تتعمل حاجة من النوع ذايا، وراه يظهر لي ويظهر لنا غلطة وما حقاش صارت على الاقل في التوقيت هذايا.
يظهر لي توا تونس ما مازالت معناتها في نفس المشاكل الاقتصادية على الأقل، المالية على الأقل فيما يخص الميزانيات العمومية وكذا. يجيوا النواب ياخذوا منحة ب 3150 دينار، يظهر لي أقل ما ينجم يتقال على المسألة هو أنه على مستوى الذوق ما جاتش بالكل، ومهش مبرر هل الزيادة هذية بالنظر إلى يعني الرندمو تاع المجلس هذايا. فهمي فيه. لا ما فهميش هو لا محالة ما بقى. هذا ما يهمش. هم تعالوا نشوفوا النواب اللي يدافعوا على الشعب التونسي ويدافعوا على مصالح الشعب التونسي. توجيه يعني ردود الأفعال وتو يتقسموا بين شكون يقول لك لا راه عندنا فيها الحق المنحه هذيه، وبين اللي باش يقول لك لا راهي ما تجيش ورانا باش نرفضوها، باش ياخذوها الكل بطبيعه الحال، و باش نلقاو ردود الافعال نتاع اللي باش يقول لك رانا ما في بالناش، خاطر نحن عندنا عدد من النواب توريست ابارامون اللي يصير الكل في بالهمش بيه، لا من منع الصحفيين لا من الزياده في الواحد، قلت كلارو ما في بالناش وما حكى معنا حتى حد في المساله. ان شاء الله حتى نحن سيدي في وقت من شكون يعرف ما يحكي معنا حتى حد ويبدا ما في بالنا حتى شيء وتعطى لنا منح وتجيك 3 ملايين هكاك العيد الكبير شهر قبل العيد الكبير شنو؟ احنا فما أقلية مواطن باش يقول لا احنا اقليه مروين، هما اغلبيه 11% حسابيه بون متطبقش حسابينا ما اي ما با هما زاد حسابين يطلعوا 154 الكل في كل اي ما في كل حالات 3 ملايين باهي هذا مما لا شك فيه 11 ولا 154 اللي تحبوا انتم احنا موافقين هذا مما لا شك فيه بطبيعه الحال. نمشيو للنشاط الرئاسي وفيديو هبطت تقريبا ساعتين التالي حول لقاء لرئيس الجمهورية مع رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية. سلم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقبال اليوم عماد الحزقي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومقرر لجنة قيادة عملية التدقيق في الانتدابات والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021. سلم التقرير الأولي للجنة وأذن بإحالة كل الملفات التي تضافرت القران والأدلة على أن الشهائد العلمية التي تحتويها مدلسة على النيابة العمومية وإنها لثورة مستمرة حتى النصر. لديكم تقريبا أكثر من 2700 وثيقة تدل كل القرائن على أنها مدلسة مبالغ تقدر بآلاف المليارات، تم السطو عليها في كل القطاعات وفي كل الجهات. منذ قليل فقط توصلت بملف حول قطاع العلاف. هذا الأمر لا يتعلق بالشهائد ولكن يتعلق أيضا بالاستيلاء على مقدرات الشعب التونسي، وهي جريمة في حق الشعب التونسي. ومن المفارقات اليوم في تونس أن الذي قام بالسطو على مقدرات الشعب التونسي ودلس كل هذه الشهادات يتظاهر بالعفة ويريد أن يلعب دور الضحية. والحمد لله تعالى أن الشعب التونسي أظهر وعيا غير مسبوق بالرغم من كل الحملات المسعورة المدفوعة الأجر من الداخل والخارج على السواء، وسنواصل بإذن الله تعالى مسيرة النضال من أجل التحرر الكامل والتطهير الشامل لوطننا العزيز، وأنها لثورة مستمرة حتى النصر. رئيس الجمهورية يقول 2700 وثيقة مدلسة، وكما كانت تقول زينب في قراءة للبيان اللي هبط في صفحة رئيس الجمهورية سيتم إحالة كل الملفات اللي تضافرت القرائن والأدلة فيها على أن الشهائد العلمية اللي تحتويها مدلسة على النيابة العمومية، وسنتابع بطبيعة هذا الملف.
ويقول رئيس الجمهورية إنها لثورة مستمرة حتى النصر. شكرا لك مروان عاشوري، شكرا هجر بوجمعة زينب الباصي. باش نرجعوا بعد شوية في بداية الساعة الثانية، مرحبا بكم في فقرة أشتاك، فقرة لطيفة ومسالمة ومحبة للبلاد.